وأيضا تفاعلت الموارد البشرية مع مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر فيه مواطنة عاملة في إحدى المراكز التجارية تم منعها من الجلوس على الكراسي أثناء الدوام، والمدير الأجنبي يسمح له بالجلوس بكل وسائل الراحة. ليش أنت واقفة من غير كرسي؟ ما يحطون كرسي طول فترات العمل؟ طول فترات العمل ممنوع يعني ولا إيش النظام؟ إيه ممنوع، يعني ممنوع الكراسي سواء في زباين أو ما في زباين؟ سواء في زباين أو ما في زباين. وهم داخل شوفهم جالسين هم يحطون كرسي، حتى واحد فيهم تو قبل شوي قايل لي لا تتحركي مكانك، يعني ما وقفوا هنا الطريق ما يتدوم، تمثلين من الساعة 2 إلى الساعة 11 واقفة ما أجلس إلا فقط وقت البريك. إن شاء الله إنه يوصل للمسؤول. طبعا شاهدنا جميعا هذا المقطع وراح نقف على هذا الخبر. ينضم لنا في الاستوديو المحامي والمستشار القانوني الاستاذ احمد المحميد. هلا وسهلا بك استاذ احمد. حياكم الله، مساكم الله بالخير جميعا لكم وللسيدات والساده المشاهدين الكرام. هلا وسهلا بك. بداية يعني يمكن كلنا شاهدنا هذا المقطع، تفاعل معها الناس بشكل أو بآخر، ما بين أنه الناس يبغوا يعرفوا تفاصيل أكثر وكيف أنه فتاة توقف طول الوقت في العمل، فيلا لو تدينا فكرة عن هذا الموضوع، هل يحق للقطاع الخاص أو المنشآت إجبار موظفيها على الوقوف طوال فترة العمل؟ شكرا لكم لإتاحة الفرصة. وفعلا مثل هذه المواقف يدمي لها القلب حقيقة، ولا نرغب نشوفها لا للموظفات البنات السعوديات ولا الغير السعوديين العاملين في البلد. يجب احترام الأنظمة والقوانين الموجودة في السعودية التي تتعلق في العمل بشكل عام وعمل المرأة بشكل خاص، ليس فقط نظام العمل، وإنما عندنا نظام مكافحة التحرش، نظام الحماية من الإيذاء، عندنا أخلاقيات العمل، عندنا كذلك نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. حينما يتم تشغيل العامل سخرة فأنه قد يكون في شبهة للتجار بالأشخاص، لذلك القوانين السعودية كانت بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات ورتبت عليها عقوبات مشددة. فقط المطلوب هو تبليغ تطبيق معا للرصد التابع لوزارة الموارد البشرية لرصد مثل هذه التجاوزات لتطبيق الأنظمة المعنية بهذا الشأن للقضاء على مثل هذه الظواهر ومنح العامل كرامته المحفوظة بموجب الشريعة الإسلامية والقوانين السعودية المعمول فيها. طيب أستاذ أحمد، قلت قبل شوي أنه في عقوبات مترتبة على المنشآت التجارية اللي تفرض أو تجبر الموظفين عندهم على هذه الأشياء، إيش هي العقوبات؟ مثل ما هنالك عقوبات على العامل اللي يقصر في أداء عمله، كلنا نعرف العامل لما يقصر سواء بغياب أو خلاف أو تقصير في العمل يكون عليه انذار أو يكون عليه خصم أو يمكن يتصل إلى الفصل. كذلك وزارة الموارد البشرية أصدر معالي الوزير قرار يتجدد سنويا بخصوص تطبيق الغرامات والعقوبات على الجهات اللي تقصر في تطبيق أو مخالفة نظام العمل. هذا القرار المتجدد دوريا رتب عقوبات تبدأ من 1000 ريال إلى أن تصل 25000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال المخالفة طبقت عليهم. أي لما يكون عندك مخالفة لعشرة عمال ب 25000 ممكن تصل إلى 250000 ريال الغرامة. كذلك هذه من ناحية الغرامة. من ناحية العقوبات الجزائية فإن تصل إلى إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري في حالة وجود مخالفات تبعا لنوع المخالفة المرصودة. فقط المطلوب تبليغ بس. نعم. يعني يتعاملون الموظفين. نعم. طب خلينا نتكلم عن حقوق الموظف، يعني مثلا في بعض وظائف تتطلب أنه تطلب من الموظف ترى شغلك أبغاك تكون واقف طوال ساعات العمل، ويبدو أنه هنا الموظف عند وقت توقيع العقد بيشوف هذا الشرط وبيوقع عليه. طيب لو نتكلم على حق الموظف، هل من حقه الرفض؟ هل من حقه أنه يقول لا أنا لا أرغب بطبيعة العمل هذه ولكني أرغب بهذه الوظيفة ولكن أبغى أجلس مثلا زي ما حصل مع الموظفة هذه؟ قبل ما يكون حق الموظف في الرفض والقبول، ليس من حق المنشأة اشتراط مثل هذه الشروط. نعم. وأي منشأة تشترط مثل هذه الشروط مثل ما قلتكم سوف يطبق عليها جدول الغرامات والمخالفات الصادر من وزارة الموارد البشرية. لذلك الموظف يجب أن يحمي نفسه العامل قبل توقيع العقد لمعرفة ما له وما عليه. جميع الجهات القطاع الخاص لديهم لائحة تسمى لائحة تنظيم العمل، هذه اللائحة تتضمن الحقوق والواجبات على الطرفين العامل وصاحب العمل. بمجرد وجود مخالفة من حق العامل أنه يرفضها، بمجرد وجود شبهة أنه سوف يستغل العامل كسخرة أو عدم توفير متطلباته الأساسية أو احتياجاته الأساسية خاصة المرأة لأن لها حقوق في العمل
تختلف عن حقوق الرجل بناء على تركيبه وطبيعتها الأنثوية. لذلك احنا ما يكون في تقصير او قصور، انا اقول التبليغ على تطبيق مع للرصد التابع لوزارة الموارد البشرية هو الحل الامثل. طيب اعطيني نبدا عن ملامح حقوق المرأة في نظام العمل السعودي وايش هي اهميته واهدافه. اول شيء ليس نظام العمل فقط، حتى نظام الخدمة المدنية، نظام الخدمة العسكرية، جميع الانظمة اللي تتعلق بالعمل سواء بالقطاع الخاص او غيره ضمنت حقوق يعني ميسرة ويعني داعمة لعمل المرأة في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. من ذلك توفير أماكن للراحة، توفير أماكن للصلاة، توفير أماكن للجلوس، منح ساعة رضاعة، توحيد الأجور بين الجنسين، عدم تشغيلها بعد الساعة 11 مساء. طبعا في إجراءات وضوابط أنه مثلا استثناءات لبعض القطاعات مثل المطاعم مثل المستشفيات وخلافه في استثناء، لكن بشكل عام منحت المرأة أو خلق النظام للمرأة بيئة عمل مناسبة لطبيعتها وداعمة لها وليست طاردة. فلما تكون هنالك أي سلبية أو أي شيء طارد للمرأة أو غير محفز لها، أنا أقول التبليغ ضرورة بهالحالة. طيب أستاذ أحمد، دائما نسمع بضرورة توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة، أنت قلت قبل شوي أشياء بسيطة، تعمقنا شوي فيها. طبعا في صدر من معالي وزير الموارد البشرية الدكتور أحمد المهندس أحمد الراجحي، صدر منه قرار بتنظيم بيئة عمل المرأة، واشتمل هذا على جميع القطاعات اللي تعمل فيها المرأة. طبعا في قطاعات استثنيت المرأة من العمل فيها زي المناجم والمحاجر والأعمال الخطرة اللي تشكل خطر عليها. باقي بيئات العمل سواء في القطاع الخاص بجميع القطاعات التجارية صار في تنظيم لعمل المرأة مثل ما قلتك داعم ومحفز ويخلق بيئة إيجابية لعمل المرأة. هذه تضمنت زي ما قلت لكم ساعات العمل، توحيد الرواتب، أماكن الجلوس، وقت الصلاة، ساعة الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين، الإجازة عند الوضع، الإجازة عند وفاة الزوج. في إيجابيات كثيرة تتعدد بتعدد أو بتختلف باختلاف مكان العمل اللي يعمل فيه. فهذا موجود لو بحثتوا عنه للمتابعين الكرام. نعم. لائحة تنظيم بيئة عمل المرأة موجود وممكن الجميع يستفيد منها. نعم. المحامي المستشار القانوني أحمد المحيميد يعطيك العافية وشكرا لك على هذا التوضيح. الله يعافيك. شكرا أستاذ أودي. شكرا أستاذ ريم. شكرا لك. الله يحفظك.